يحيى وصيام رمضان. اليوم يا أصدقاء سنتحدث عن صبي صغير يدعى يحيى. كان يحيى ولد مهذب وشاطر، كان ينتظر قدوم شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر للبدء بعبادة الصيام مثل أمه وأبيه. تحمس يحيى وكان فرحا جدا، فقد أصبح باستطاعته أن يصوم ويأخذ الأجر. وفي أول يوم من شهر رمضان تناول يحيى السحور وصلى الفجر ونام، وبعد أن استيقظ كان يشعر بالعطش والجوع. دخل إلى أمه في المطبخ وقال لها: أمي، أنا أشعر بالجوع والعطش وأرغب بتناول بعض الطعام وشرب القليل من الماء. قالت له أمه: هذا شعور طبيعي يا يحيى، ولكن عليك أن لا تستسلم. اشغل نفسك بالصلاة أو قراءة القرآن أو أي عمل آخر تحبه وينسيك شعور العطش والجوع. غادر يحيى المطبخ ودخل إلى غرفته، ولكنه لم يستطع أن يقاوم ذاك الشعور. قرر يحيى أن ينتظر مغادرة أمه المطبخ ليدخل ويشرب بعض الماء ويأكل بعض الطعام. وبالفعل غادرت الأم المطبخ وتسلل يحيى إليه، وفتح باب الثلاجة وملأ كوبا من الماء البارد. وفجأة دخلت الأم وقالت: ماذا تفعل يا يحيى؟ ارتبك يحيى وقال: لا 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 أفعل شيء. قالت والدته: هل تريد شرب الماء وأكل الطعام يا عزيزي؟ هل ستنهي صيامك بتلك الطريقة يا بطل الصغير؟ قال يحيى: أشعر بالعطش والجوع الشديد. قالت الأم: علينا أن نتحمل قليلا، فالصيام ركن من أركان الإسلام، ونحن نصوم لأنها عبادة تجعل أرواحنا بعيدة عن كل الشهوات. أمامك الطعام ولا تأكل، تشعر بالعطش ولا تشرب، لماذا؟ مع أنه بإمكانك أن تشرب ولا أحد من البشر يراك. الصيام يا بني يعلم الإرادة والصبر والتقوى. تأثر يحيى بكلام أمه واقتنع به، وقرر أنه سيتحمل ويدرب نفسه على الصيام، وفهم أن هذا الشعور طبيعي وسيكمل صيامه وهو فرح ومسرور بالأجر والثواب. وأنتم أصدقائي، هل جربتم البدء بالصيام وأخذ الأجر والثواب؟ أتمنى ذلك. اضغط سبسكرايب لتشاهد المزيد.